إذا كنت من مصلاي أو غيرت مكاني لحاجة ما وأنا ناوي المكوث حتى تطلع الشمس، هل يكون لي أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ نعم، إذا جلست في مصلاك بعد صلاة الفجر عملا بالحديث وعرضت لك حاجة وقمت لحاجتك ثم رجعت إلى مكانك، فإنه يحصل لك الأجر إن شاء الله. نعم.